ما كلنا عايزين نعيش. اللي مات من المواد المسرطنة كان عايز يعيش، واللي اتقتلت عشان كتبت كلمة حق كانت عايزة تعيش. بس بقى يا أخي، بس بقى، أنت لسه ما زهقتش من الشعارات الكذابة دي؟ لسه مش شايف الحقيقة؟ 35 سنة شغل وحب في الوطن، وآخرتها تلاميذنا بقوا ماسكين مناصب مهمة قوي في البلد، وإحنا الجيل اللي اتفرم عشان بيقول كلمة حق، إحنا الجيل اللي شعره شاب ولسه محله سر. أنت إيه اللي كسرك كده؟ الفلوس؟ الفلوس عمرها ما بتعمل بني آدم. عارف اللي مهون عليا كل ده؟ إني فقت نفسي لما حسيت إنك هتتأذي. ساعتها بس قررت إن أنا ما أكملش في الطريق ده، وأقف. وقتها لقيت دراز بتاع زمان. بس أنت طول عمرك أجدع مني. آه والله. حقك عليا يا هلال. ما تزعلش. في ايه يا حضرتك؟ ده بوس بس. صدر امر بوضع الجريده تحت الحراسه. مين فيكم رئيس تحرير؟ انا رئيس تحرير. حضرتك مطلوب للتحقيق، اتفضل معنا. حاضر. ما تخافش، مش هسيبك. من فضلك انتوا واخدينه على فين؟ اسمع عبدين، هو ايه اللي حصل يا استاذ هلال؟ روبي دراز قبضوا عليه. اهدى بس يا استاذ هلال، انا هتصرف. هو المستشار القانوني بتاع الجنرال فين؟ لا، الاستاذ عبد الوارث زمانه بيحتضر دلوقتي، ده واخد اجازه شهر مرضي بقاله 3 شهور، ما اعتقدش ان هو هيسعفنا في حاجه، ده بيلبس روب المحاماه بيهنج. بيهنج؟ لما بيلبس الروب يهنج. استاذ هلال تحب اكلم بابا؟ لا لا لا، انا هتصرف. هنا ايوه عماد، دراز اتقبض عليه. دراز رئيس التحرير يا اخي. كلم غاده خليها تلحقه على اسم عبدين. ما انت عارف اللي حصل بيني وبينها، ما اعرفش اكلمها انا دلوقتي. خلاص يا بابا انا هتصرف، مع السلامه. يلا استاذ هلال هتعمل ايه؟ كل واحد يشوف شغله. أنا هروح مشوار أشوف إيه اللي حصل. إحنا مش هنقفل الجريدة، الشغل ضابطل من زمان، خصوصاً جريدة نبض الشعب لها قراءها وحققت رواج الفترة الأخيرة. مظبوط يا فندم، خصوصاً بعد مقالات هلال كامل. فعلاً المبيعات زادت جداً. بس وحضرتك بتفكر في إيه؟ في رجال أعمال كتير بيحبوا يبقى ليهم منبر إعلامي وصحافي يتكلموا من خلاله. إحنا هنعرض الجريدة على واحد منهم يستمر في تمويلها. أحسن ما نقفلها فعلاً. أحسن بكتير، خصوصاً بتوع الحقوق بقى والحريات والكلام ده ما هيصدقوا، وإحنا داخلين على انتخابات رئاسة. ولو تكون من غير انتخابات كمان يا رؤوف. طيب، دلوقتي لازم نفكر في رئيس تحرير جديد بدل اللي كانوا حاطينه. هنا الكامل بدأت تقرا دماغي كويس. ادخل. احنا ما اتفقناش على كده يا فؤاد بيه. دراز ملوش دعوه باللي حصل، ما ينفعش يروح في الرجلين. اطمن، دراز بيتحقق معاه، هتتاخد اقواله كاجراء طبيعي. بعد كده هرجع الجريده ويكمل شغله عادي جدا. هو بس في تغيير واحد. تغيير ايه؟ ادخل. في محاميه بره جايه للاستاذ يا فندم. خليها تتفضل. اتفضلي يا استاذ. غاده كامل حاضره مع الاستاذ دراز. الموضوع مش مستاهل يا استاذ غاده. احنا خدنا اقوال، الموضوع خلص خلاص، يقدر يروح حل. اتفضل امضي على اقوالك. حاضر. ما هو الموضوع بسيط والحكاية مش مستاهلة يعني.
كان ليه الاستاذ هلال بيخلي عماد يكلمني عشان اسيب شغلي واللي ورايا واجي؟ مش ممكن. ايه هو ده؟ كيف عنده غاوي سبب لي قلق في حياتي؟ غالي عارفه يا غدا، انت بتفكريني بنفس زمان لما كان ابويا لسه عايش. ابويا مات وانا في اولى جامعه الله يرحمه، ما كنتش بطيء تصرفاته ولا افعاله ولا اراءه، وكنا على طول مختلفين. ده انا حتى مش فاكر حاجه واحده اتفقنا عليها، وطول الوقت كان فيه بينا مشاكل. لكن بعد ما مات حسيت ان ظهري انكسر لدرجه ان انا كنت بمشي في الشوارع اتلفت ورايا خايف لحد يجي من ظهري ويأذيني. كنت طول الوقت حاسس ان ظهري مكشوف، ما هو اللي حميني مات. وبعد شويه من موته كده افتكرت كل الحاجه اللي احنا كنا مختلفين فيها، فكرت فيها كويس، اكتشفت ان هو كان عنده حق وانه كان صح، وان كل اللي قاله وعمله كان لمصلحتي. اقول لك على حاجه غاده، بس ما تضحكيش عليا، اوقات كتير بحس ان هلال زي ابويا. اه والله بيحبني وطول الوقت بيخاف عليا وعلى كل اللي حواليه. الحقيقه حضنه يا بنتي، الحقيقه حضن ابوك يا غاده قبل ما يجي اليوم اللي تحس فيه ان ظهرك انكسر. انا عندي ميعاد ولازم امشي عشان الحقه. عن اذنك. المفاجأة الحلوة دي، هو انت ما رحتش الشغل ولا ايه؟ لا للأسف ما رحتش. انت كنت خارجة ولا ايه؟ اه رايحة المعرض. في حاجة يا حبيبي؟ مش مطمن انا الغادة وتصرفاتها. ليه؟ في حاجة حصلت؟ ما هو ده اللي هيجنني، ان مفيش حاجة حصلت. المفروض واحدة زيها وفي موقفها تكون قلبة الدنيا، خصوصا ان هي شخصية عصبية جدا. غادة مش غبية عشان تعمل كده. غادة عارفة انت مين ومركزك ايه، وعارفة كويس قوي انه اي كلام في مواضيع زي دي هيأذيك ويأذيها. يأذيني دي انا فاهمها، لكن يأذيها ازاي؟ هي عارفة كويس قوي ان الشهرة اللي عملتها كمحامية انت السبب فيها. سيبك بقى من جو الشطارة اللي هي رسمها ده. اوقات كتير بحس ان هلال زي ابويا، بيحبني وطول الوقت بيخاف عليا وعلى كل اللي حواليه. الحقيقه حضنه يا بنتي، الحقيقه حضن ابوك يا غاده قبل ما يجي اليوم اللي تحس فيه ان ظهرك انكسر. ده ايه الناس اللي يتقبض عليها وتخرج في نفس اليوم دي؟ ها؟ انت عندك واسطه كبيره الظاهر. انت تعرف هلال كامل؟ اسكت يا هلال، ده انا قلبي وقع في رجلي والله. انت اللي بعت لي غدا؟ انا كلمت عماد يبعتها لك. وانت ما جيتش ليه؟ يعني كنت بطمن على الجريده. الجريده هتتقفل يا هلال، صح؟ هي مش هتتقفل، يعني هي زي ما تقول كده، يعني هيحصل تغيير. يبقى اكيد هيجيبوا حد من النقابه يقعد مكاني على الكرسي. لا هما مش هيجيبوا حد من النقابه، هما هيجيبوا حد من هنا. انت يا هلال مش كده؟ انا عمري ما حبيت الكرسي ده عشان ما تصيبنيش لعنته واحس ان انا اعلى من البشر، واللي يعلى على الناس عمره ما يحس بيهم. عشان كده بكتب لهم الكلام اللي نفسهم يقولوه مش قادرين. تقصد ايه يا هلال؟ ان انا مش حاسس بالناس؟ عمرك حسيت باب وام يصحوا الفجر
يلبسوا عيالهم ويعملوا لهم سندوتشات المدرسة وينزلوا ياخدوا توك توك في عز برد الصبحية وبعد كده هتحشوا في أتوبيس أو في مترو عشان يروحوا شغلهم. اللي بيقعدوا على الكرسي ده بيدوا ضهرهم للناس، ما بيسألوش في حد. ابنتي نون ميم. في ديسمبر 96 نفذت أهم قرار أخدته في حياتي، وهو قرار طلاقي. كان من أهم أسباب طلاقي من ياه عين هو أني أحافظ على بنتي نون ميم. أنا حامل. إحنا مش اتفقنا أن مفيش خلفة؟ الجنين ده لازم ينزل وإلا حوريك الوش. لأنه كان مصر على إجهاضها. طبعا ما تصدمتش، لأن الشخص اللي قدر يقتل أبرياء عايشين على وش الأرض كان سهل جدا إنه يقتل جنين لسه ما ظهرش للدنيا، لأنه قاتل بلا رحمة. وبعد سنين من عذاب بعدها عني أخدت قرار إني أواجه المجتمع والدنيا. ورحت علشان أخدها من الدار وتعيش معاي والناس كلها تعرف إنها بنتي. ومع الأسف القرار كان متأخر، لأني لما رحت الدار علشان أخدها فاجئوني بحاجة ما كنتش أتوقعها. البنت سابت الدار ومحدش يعرف مكانها. نورهان محبوب. نون ميم. هو أستاذ جمال ما بيردش برضه؟ ما قلتلك ما تقلقش يا صفوت بيه، اعتبر إن الأرض بتاعتك، بس أهم حاجة نسبتي تبقى محفوظة. طبعًا، 5% من تمن الأرض. لا، 10% من التمن الفعلي للأرض، مش التمن اللي أنتوا هتشتروا بيه. هو في متر أرض دلوقتي ب10 جنيه؟ وعمومًا حلال عليك ال 50 مليون جنيه. اللي تأمري بيه يا متر، بس المهم أستاذ جمال يخلص الإمضاءات. هتخلص، والإمضاءات هتنور العقد.